مشاهدينا اينما كنتم، جمهورنا الرياضي الكريم، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الرياضي الكروي استوديو الرياضه. في عدد اليوم راح نعود مره اخرى عن قرارات المكتب الفيدرالي بخصوص نهاية الموسم الكروي، القرارات التي لا تزال تثير الجدل. سنناقش كذلك علاقة أو ما يقال حول علاقة اتحاد الجزائري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة. مواضيع أخرى راح تكون من دون شك للنقاش مع ضيوف اللي حاضرين معنا في البلاطو، والضيوف كذلك اللي راح يلتحقوا بنا عبر سكايب عبر الهاتف كذلك. في البداية نرحب بالزميل القدير الإعلامي القدير وعضو إدارة نادي مولودية الجزائر للنادي الهاوي لمولودية الجزائر، السي جمال الرشدي، مرحبا بك. شكرا محمد، شكرا على الدعوة، وانا مسرور يعني بتواجدي معكم مع فاروق واحد، وتحيه لكل الجمهور الرياضي. تحيه لك جمال ولفاروق القايد الجنرال تاعنا، مرحبا بك فاروق. اهلا وسهلا اخويا محمد، وجد مسرور كالعاده، ومع اخونا جمال توجور تكون جوز ليميسيون سخونه مع رفيق. مرحبا بك رفيق. الله يخليك محمد، شكرا. مرحبا دائما بالجنرال تاعنا فاروق القايد والشيخ جمال رشدي. يعني الله يحفظك، سان غران جورناليست. انا كي جيت لا كوربوراسيون صبت ديجا قاعد تجينا القيمة. فوالا ميرسي. الخطوة تاعنا اذا راح نتكلم في البداية على قرارات المكتب الفيدرالي الاخير وردود الفعل اللي كانت كثيرة ومختلفة، يعني بعد قرارات المكتب الفيدرالي اللي فضل يلجأ الى الجمعية العامة لتحديد مصير الموسم الكروي. راح نبداو بنسمعوا توضيحات وتبريرات رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي اللي أداها في الإذاعة الوطنية. المكتب الفيدرالي هذا عنده يعني رغبة في إشراك كل الفاعلين في كرة القدم، وهذا الشيء هذا أنا نظن لازم يكون نشوفوه من باب إيجابي، لأن شفنا بأن اليوم المكتب الفيدرالي حتى ولو المادة 82 تمد له هذه الصلاحيات، ولكن فضلنا نمشي نشوفه مع القاعدة وكلهم يعني يشاركوا في هذا القرار المهم، وهذا الشيء أنا نظن بأنه إيجابي، وحتى يعني نولفوا يعني في المستقبل يعني فاعلين في كرة القدم ما ياخذوش قرارات مثل، خاصة لما الأمر يتعلق بقرار مهم يعني في 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 هكذا في مكتب فيدرالي مصغر، ويمشيوا ياخذوا كما نقولوا احنا القرار في جمعية عامة. اتصلنا بالاتحاد الدولي لكرة القدم باش نتكلم على هذه النقطة تاع لا كونسلطاسيون اكريت، واليوم عندنا يعني رد بان هذا الصيغه يعني. هذه الصيغه في ظروف اللي رانا عايشينها صيغه راح تكون يعني معمول بها يعني للوضعيه الحاليه، راح تكون اولا تصويت على مواصله او غير مواصله البطوله. اذا كانت يعني القرار هي غير مواصله البطوله راح يكونوا ثلاث اقتراحات. كيف هذا الامر هذا راح يكون يعني نحطوه في الرسالة اللي راح نرسلوا بها أعضاء الجمعية العامة باش يعني ياخذوا القرارات. هذا ياخذ وقت ربما، ما هو سهل يعني عن طريق الإيميل ربما، عن طريق يعني اليوم كل التكنولوجيا اللي موجودة. اتصلنا بالاتحاد الدولي لكرة القدم باش نتكلم على هذه النقطة تاع لا كونسلطاسيون اكريت، واليوم عندنا يعني رد بان هذه الصيغه في ظروف اللي رانا عايشينها صيغه راح تكون يعني معمول بها يعني للوضعيه الحاليه، راح تكون اولا تصويت على مواصله او غير مواصله البطوله. إذا كانت يعني القرار هي غير مواصلة البطولة راح يكونوا ثلاث اقتراحات. كيف هذا الأمر هذا راح يكون يعني نحطوه في الرسالة اللي راح نرسلوا بها أعضاء الجمعية العامة باش يعني ياخذوا القرارات. هذا ياخذ وقت ربما، ما هو سهل عن طريق الإيميل ربما، عن طريق يعني اليوم كل التكنولوجيا اللي موجودة. وراح نبداو مع السيد عرب بناي رئيس مولودية بجاية اللي راهو معنا على المباشر عبر
الهاتف. مساء الخير سي بناي. هل السيد بناي في الاستماع؟ إذن سنعاود الاتصال بالسيد بناي رفيق وحيد إلى جمال راشدين. نبدأ معكم قراءتك جمال راشدين، قراءتك يعني في تمديد السسبنس من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم للفصل في مصير البطولة، خاصة بعد الشيء اللي سمعناه من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أنا حسب المعلومات اللي نعرفها من زمان، كي تكون جمعية عامة استثنائية صمبل جينيك ساوردينا، كاين أن سول بوان لور دي جور واحد، ما كاش هذا. دوك سمعت سي زيدشي يهضر سي خير الدين يقول لك ولا نوصلوا ولا ما نوصلوش، ومن بعد نتكلموا على نو هذيك تاع نوصلوا ولا ما نوصلوش، هذيك ديسيزيون دي بوفوار بوبليك. دونك ما تي با دوموندي لاسومبلي جينيرال تاع ولا نوصلوا ولا ما نوصلوش، هذاك مفروغ منه، الهضره هذه مفروغه منه. المحتوى تاع الجمعيه العامه الاستثنائيه واش هو، واش حنديروا بعد يعني كاين ما كاش استئناف تاع البطوله، واش راح نديروا؟ هذاك هو البوان لو دي جو بروند لي ديسيزيون كي سامبل. انا نظن باللي لو بيرو فيدرال اوري بي بروند اون ديسيزيون اي لا سوميت على لاسومبلي جينيرال. صحيح فهمتني، وهذا موقف ربما معظم الانديه. لارتيك 82 تو بيرمي دو بروند لا ديسيزيون على في امور اخرى. خديت القرارات يعني اللازمه باغ اكزومبل، نعاودوا نحيو كي نحينا لي بوان الشباب الوزداد العام اللي فات، ولا هذا قرار يعني قرار حسب قوانين شحال يهبط شحال يهبط شحال الفريق يهبط شحال الفريق يصعد. دونك هذوك قوانين هذوك يعني خديت قرار حسب القوانين تاعك تاع الفريق، كانوا ينجموا ياخذوا وكيما يقولوا اون لو سومي ا لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير كي سو برونونس. هو سي جي سي لا فولو اسوسي زعما كاع لي زاكتور، ان كان نعاودوا نولوا للصح البيرو فيدرال تاعو ما راهوش يعني منسجم ومخصوصين بعض الاعضاء بعد رحيل احد. دونك اني با اي بي ات ليغال، ماشي ما اني با ليغال، ولكن اوريتي بلو ليغال لو كان يكون يعني معظم الاعضاء ديال. احنا نسمع راي السيد بناي رئيس مولوديه بجايه اللي يلتحق بنا على المباشر عبر الهاتف. مساء الخير سي بناي. مساء الخير سي خويا، شكرا بالكلام هاتفيا لي، ونشكر مرحبا بك الميديا. الله يسلمك. مرحبا بك. إذن ربما كرئيس فريق ينشط في الرابطة الثانية ويحتل المراكز الأخيرة، يعني كيفاش قراءتك لقرارات المكتب الفيدرالي الأخيرة وتمديد السسبنس للفصل في مستقبل الموسم الكروي؟ واش نقول ديجا لا فيدراسيون دات روتار، ما في دي روتار pour décider على الافينير تاع الشامبيونات تاع الاتحاديه. واش نقول لك، الاتحاديه دارت قرار يعني ساج، عطات صلاحيات للجمعيه العامه لاختيار اقتراحات لي تروا بروبوزيسيون هذوك تاع اللي قالوا بلي واحد يهبط. تسمى كاين تروا بروبوزيسيون لاري دو شامبيون اكتسمو سنة بيضاء و ديزيني شامبيون نون ريليغاسيون، ديزيني شامبيون كاين تكون لا ريليغاسيون. هذه مام اخويا، مام اي قرار تاخذو الاتحادية ما يقبلوش اي نادي. كل واحد يشوف على مصلحته. كيما مولودية بجاية، انا يا رأيي، انا رأيي بكل يعني بكل شفافيه، بكل انا انهاء الموسم الرياضي ونبداو نخمو على الموسم المقبل 2020 2021 سبناي واش هو المستقبل؟ يعني هل طلبتوا استفسارات واش هو المستقبل تاع الرابطه الثانيه، كيفاش راح يكون نظام المنافسه، خاصه وانه المعلومات تقول انه رايحين لموسم انتقالي يعني قبل ما يعني اون فابليكي نظام المنافسه اللي كان صدقت عليه الجمعيه العامه الاستثنائيه الاخيره. كاين هذا النظام كي قالوا ديجا بوطوا عليه، دي عندهم المسؤوليه رؤساء
certains présidents votent على le système de compétition اللي فات خويا كي كيز اسيوم هذوك العقل دروك خلاص لا سيزون حنا دروك واش نقول لك انايا طون كان رئيس جديد على كل حال انايا لو كان كنت ما نفوتيش على السيستم دو كومبيتيسيون دروك يا سيتان بريزيدون فوتاو عليه دروك حنا نخدموا على لافينير تاع على لافينير تاع الفوتبول ناسيونال حنا ماذا بيا حنا نساو لا سيزون هذه نبداو لا سيزون بروشين كلك سوا الاخرى الانديه اللي طلعوا من الهوات والاخرى حنا اوني با كونتر باسكو يا دي ديسيزيون في لا فيديراسيون حنا اوني با كونتر هذه والقرار القرار النهائي نورمالمون يكون في اليد السلطات العليا. نعم تفضل رفيق. ياس سي بن نايم علاش القرار النهائي اكيد في يد الاتحاديه ولكن لي كلوب اليوم النوادي الجزائريه في مرحله الكوفيد اربع شهور براتيكمون راهم اجونو نتوما اليوم راكم تصفقوا لا فيديراسيون جو سي با بوركوا لانه في الربع شهور هذوما من المفروض لا فيديراسيون اللي دون لوبليغاسيون تصيب حلول للنوادي الجزائريه اوكي نعرف بلي النوادي تصرف اموال وعندها المديونيه وهي اللي حطنا بتات لو فوتبول دارت دومير ولكن من واجب لا فيديراسيون اليوم في لي كات موا هادو تعطي حلول للنوادي حتى تضمن انه العوده اللي تتكلم عليها اليوم تكون عوده يعني على الاقل تكون بقوه لو اليوم يكون عندنا دي كلوب اجونو هاد لا مواتي ولا بليز لا مواتي اجونو اليوم نهضروا على المستوى الفني ولا على النزاهه تاع البطوله ولا اي شيء اليوم من غير المعقول اليوم قبلتوا انتوما أربعة ولا خمسة شهور صافا بوتيت سيس ولا سات موا مشاكل تاع الفينونسمون تاع الاحتراف لا ريبريز ما كاش مشاكل تنظيميه ولا فيديراسيون قاعده الانديه تستنى في لا فيديراسيون تتكلم على تعديل القوانين وبيرو دي جو سي با تاع مخبر محاسبه ولا مكتب محاسبه اللي فرضوا على الكلوب جوز على جال لا جيستيون جو فو با وراو لا فيديراسيون لا فيديراسيون توت لو دو مرحله الكوفيد هذه. سي بن نايم تفضل جواب. نعم جواب تاعك ربما تعقيب على واش قال رفيق وحيد. والله ما سمعته والله ما سمع مليح خويا والله ما واش كان يقول يعاودي برك قلت لك من المفروض سي بن نايم سي بن نايم من المفروض لا فيديراسيون لا كنت تشكروا فيها لا فيديراسيون قعدت اربع شهور ما قدمت ولا حل بور لو فوتبول ناسيونال في ظل وباء كورونا يعني كي تكون اون ريبريز هذا العام ولا العام الجاي راح نصيبوا لي كلوب ا جونو ما نقدروش نتكلموا على مستوى فني ولا على نزاهه البطوله ولا اي شيء من مصلحه الاتحاديه تصيب انديه قويه وليس العكس كيفاش اليوم تشوف اربع شهور لا فيديراسيون غايبه دارت سيتاليني اون اوبوزيسيون بارابور كل لي زاكتور تاع الفوتبول الجيريا الوزاره النوادي الجمعيه العامه لا بريس سبورتيف راه دائما في الضد ضد الجميع في رده الفعل واليوم انتم ماكو تشوفوا بلي لا فيديراسيون دارت حاجه مليحه اسكو الفوتبول اليوم نختصروه في تتويج شباب الوزاد باللقب او لا بين وسط البطوله ولا نوقفوها جو بونس كو المشكل تاع الفوتبول الجزائري اكبر انه نختصروه في استئناف البطوله من عدمه. تفضل سي عرب. لا ماجوريتي تاع لي بريزيدون ما قالوا كيما يهضروا انا في لي ريونيون اللي درنا معاهم هكذا قال لك نحبسوا الموسم هذا نبريباروا الموسم الاخر دروك انا راي اون بريزيدون دو كلوب موبيجايا انايا كرئيس انايا اربع شهور لاعبين حبسوا المنافسه هيا نروحوا حتى لخمس شهور كيفاش انايا نوصل نكمل البطوله نعيط لهم اللاعبين يقول لنا بلي خلصوني لازم تخلصوني باش نيني مويا فينونسي نيني مويا نيريستي بروتوكول سانيتير ما نقدروش نديرو ما نقدروش راني اللاعبين يسالوا الشهور جوستومون سي بن جوستومون نخرج ربما عن الموضوع تاع يعني يخص ديون تاع مولودية بيجايا ونتكلم على قرار الفيفا يعني بحرمان مولودية بيجايا من الانتدابات بسبب ملف او قضية اللاعب مليك يعني المالي قضية مليك توري خلاص ريغلا رسلنا مونجاجمون لا فيديراسيون خلاص غدوة ان شاء الله يرسلهم في لا فيفا بلي كي لا فات سونجاج تخلص لي 240 مليون هذوك تاع توري ونحونا لا ليفي تاع لانتيديكسيون تاع ريكوت هذه ان شاء الله خلاص بعثونا لا فات
حنا بعثونا لونغاجمون بلي ينحونا في ليدر وات تي في. نعم. والبروبليم يريكلي غدوه ان شاء الله بربي ان شاء الله نورمال غدوه ولا غير غدوه ينحونا لا نوفي لانتيديكسيون دو ريكروت. نعم. انا نهضر لك على توريا مازال دوتر توري كيما كاين جاك بيسام كاين بزاف بزاف لي 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 كيما يقولوا اللاعبين اللي راحوا لا فيفا عطاتكم مهله باش تخلصوا يعني عطاتكم مهله سينو تكونوا محرمين من لونجيسترمون تاع دي جوار اسكو المهله هذه خلصت لو تخلص المهله ميم تخلصوا تقعدوا سيسبوندي اتونسيون لازم تخلص في لا بيريود اللي مازال يعطي 30 جور مثلا الى خلص في 30 جور لا سانكسيون اصلا لوفي ولا ديباسيت لي 30 جور ميم تخلص لا سانكسيون تقعد مينتينو سي عرب انا عند قلت لك سي عرب لازم تخلصوا قبل ما تخلص ما يخلص لو ديلي اللي عطاكم لا فيفا فوالا هذا هو لو تخلصوا ابري لو ديلي لا سانكسيون تقعد مينتينو نعم ربما الصوت ما راهوش يوصل مليح للسيد عرب الله شكرا لك انا نقول برك بليك خلاص تصلنا بالفيدراليه تاع الاتحاديه تاعنا خلاص البروبليم يبقى ريغلي خلاص اوفيسيالمون بعثنا لهم دي دوكيمون كاع تاع لا دات تاع لا دات اكزاكت تاع توري البروبليم تاع توري خلاص يريغلي مي كاين دوتر كاين دوتر توري توري خلاص يريغلي اوفيسيالمون نقول لك انا كرئيس انا يعني ماشي نقول لك يعني يرتاح شكرا لك سيد اتمنى على رفيق واحد لعايش اكثر عايش معنا شكرا لك سيد عرب بن ناي شكرا على مشاركتك معنا عبر الهاتف ربما رفيق فاروق نولوا الجمعيه العامه يعني الناس اللي طعنت في قانونيه هذه الجمعيه العامه الاستثنائيه يعني القانون يقول انه ما يسمحش لا لا نعم. لا 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 كاين قراءه خاطئه للقانون هناك قراءه خاطئه للقانون عقد جمعيه عامه استثنائيه من حق الاتحادية والمادة 29.6 الناس أنا تكلمت مع عدة أطراف ونقول لهم غلطين المادة نقص فيها كلمة وقالوا لي هذه قراءة تكتب لا المادة نقص فيها كلمة المشرع واش كاتب في القانون الأساسي مكتوب لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير اي كومبيتونس بو سو برونونسي سور 3 بوين اللي هما حل الاتحادية تغيير مقر الاتحادية ولا تعديل القانون الأساسي اوكي ما قالش المادة ما تقولش l'assemblée générale extraordinaire est compétente uniquement pour se prononcer ما قالش هكذا وما قالش بلي لا كومبيتونس دو لاسامبلي جينيرال اكستراوردينير اي ليميتي صافي لم يحصر المشرع لي كومبيتونس تاع لا جيكس لاسامبلي جينيرال اكستراوردينير في ثلاث نقاط المشرع يريد القول انه هذا الثلاث نقاط اللي هما حل الاتحاديه تغيير مقر الاتحاديه تعديل القوانين هاد الثلاث نقاط يشوفها نقاط ثقيله يجب أن تناقش إلا في جمعية عامة استثنائية. كي نولوا للمنطق تاع الجمعية، يعني لازم نعرفوا المنطق تاع الجمعية كيفاش مكون. المشرع يعطي لك في الجمعية جمعية عامة عادية انتخابية واستثنائية. لماذا؟ ما دارهاش اعتباطي. العادية معلومة اون فوا باراني تروح للجمعية العامة تقدم الحصيلة المالية والأدبية وتصادق على يعني بروسيدر باش يعني محددة النقاط في لي ستاتيو سي با في لارتيك 26 يقول لك لاسومبلي جينيرال اوردينير واش فيها في لور دو جور ويقول لك المشرع اون فوا سولمون باراني مرة في السنة وكاين أشياء في لوردينير كاين لي ديفير تكون أي حاجة خارجة ديرها في لي ديفير الجمعية العامة الانتخابية يعني تمشي مع العهدة الأولمبية هي 4 سنوات يقول لك بعد نهاية كل عهدة دارني أجيو مورا بستين يوم ندير لاسومبلي إليكتيف في الإطار القانوني يبقى الجمعية الاستثنائية لماذا المشرع يعطيك جمعية عامة استثنائية لأن المشرع يقتنع يقول أنا شفت كل الأشياء الممكنة وحصرتها لك في قوانين ولكن ممكن أن الجمعية يقابلها مشكل ما نعرفوش نعطيك حل في إطار قانوني هو عقد جمعية عامة ولكن استثنائية والجمعية العامة الاستثنائية يا سيدي الفاضل تقدر تعقدها عدة مرات كما حبيت ولكن بشرط كما قال الشيخ يكون نقطة واحدة في جدول الأعمال كي نعاودوا نقولوا لي ستاتيو دو لافاف يا ناس في لارتيك 23 اللي قبل لارتيك 29 كي نتكلموا على نظام المنافسة اللي قال لك ما تقدرش تناقشوا في جمعية عامة استثنائية كي تشوف لارتيك 23 يقول لك لي كومبيتونس دو لاسومبلي جينيرال ما قالش لي كومبيتونس دو لاسومبلي جينيرال اون بارونتيز اوردينير لا اون بارونتيز اكسترا اوردينير جمل لوردينير الاكسترا اوردينير اي ليكتيف في الماده 23 كي تبدا تقرا منها من خصوصيات من الجمعيه العامه
هي مناقشة نظام المنافسة. ما داش بين قوسين إلا في العادية. يعني نظام المنافسة يمكن أن نتناقشه في جمعية عامة استثنائية ويمكن نديره في ليديفير في جمعية عامة عادية. من المنطق يا ناس من المنطق يعني كنت نتوقفوا نديروا نقطة نظام ونتكلموا. لو هذه الجمعية يعني الجمعية لفاف هي جمعية أي جمعية رياضية ولا غير رياضية. اليوم مثلا الرئيس ديميسيوني أبري دوزون رئيس الاتحادية ديميسيون. واش دير؟ لازم تدير رئيس. القانون يقول لك الفيس بريزيدون ياسيري الانتيريم 60 جور ومن بعد يديروا جمعية عامة باش ينتخبوا الرئيس. هل يديروا جمعية عامة انتخابية؟ اللي شارجي دو بريباري كي نبداو في القراءة القانونية تقول لي لا يديروا جمعية عامة انتخابية يقول لك لا كاين القانون يقول لك الجمعية العامة الانتخابية تعقد برا كل أربع سنوات. تقول لي أي يديروها استثنائية نقول لك لا لارتيك 29 يقول غير 3 بوان. هي القانون واش يقول لك؟ عقد جمعية عامة استثنائية وفي جدول الأعمال نقطة واحدة هي انتخاب الرئيس. يا ناس وأنا نقول لكم ونعاودها كل الناس لم يقولوا لا فيداسيون دو فوتبول ما عندهاش الحق ديال جمعية عامة استثنائية ومناقشة نقاط غير النقاط الثلاثة راهم غالطين لأن المشاركة تقراو بيان الموك كلمة واحدة اللي هي لي تروا بوان هادو هما اللي لازم يكونوا في جمعية عامة استثنائية وليس الجمعية العامة الاستثنائية يجب أن تناقش إلا ثلاث نقاط فقط. نعم فاروق تفضل. أنا ما نهضرش بالمادة عباية رافيق سبيسياليتي ديالو مي هادي لا ديسيزيون حنا كنا نهضروا كاع على توقيف بطولة ولا نكملوا البطولة عقدنا الأمور بزاف أنا ما فهمتش كاين نكملوا ولا نحبسوا عطاو تروا بروبوزيسيون أني بلونش ولا كاين ديزينيو شامبيون ما كاش لي يهبط ولا ديزينيو شامبيون كاين هبطه سي صا انا علاش ناخذوا دوكا دوك حنا ما عندناش ميم با لا دات مقتاش راح تكون هذه لاجي هذه الجايه لاجيكس هذه مازال ما لا دات حنا الناس راه مدوا بلدان وحدهم مدوا مقتاش بدا البطوله تاع الموسم هذا 2020 نفس الظروف في العالم كاع مدوا مقتاش تبدا البطوله ديالهم لاعبين راهم قاعدين اللاعبين راهم يوجدوا انا نشوفوا دوك اون فرونس بداوا لا بريباراسيون تاع لا سيزون جايه بداوا لي ماتشاميكو كاع حنايا دوكا محمد مازالنا حاصلين ما عندناش الشجاعه انا ما بقاش نستنى هذه لارتيك لازم يعطونا باش نديروا جمعيه ما الجمعيه دي خويا تو بخون ديسيزيون تكمل الشامبيون قال الوزير الوزاره قالت لك ما كاش بطوله ما كاش حتى منافسات رياضيه ما تما امبوسيبل راح نبداو شامبيون في وشنو لي جوار كات موا قاعدين سي امبوسيبل باش تعاود تريبوني حنا نعرفو فيزيولوجيكمون سي امبوسيبل جمال مونطالمون فيزيكمون كلش ما كاش هادي نحيها ما كاش بطوله خويا تو ديسيد ديريكت ما فيها خويا ما حد يحق حتى واحد هادي لحقنا وباء ربي عافينا منو خويا تو بخون ديسيزيون عندك الحق انت رئيس انت رئيس اتحاديه عندك الحق تاخذ وتي برو تاع ريسبونسابل نورمال مع لا كونسيونس ديالك قال انا نحب الشامبيونا كيما راه والنظام تاع البطوله تاع لاني بروشان اللي داروه تاع يطلعوا ربعه من ديفيزيون دو ويهبطوا زوج والشامبيون هذيك وتمد الشامبيون هذيك هذيك نورمال تمد على حساب كلاسمون وبس ما قعدوش دوك حنا نضربوا مقع لاجي والقانون لاجي هذه يا وحنا نحبوا شكون الشامبيون يكمل ما يكملش باين شكون راح يقعد الشامبيون شكون يلعبوا لي والطريقه كيفاش راح تندار الجمعيه العامه ما نحوش على الجمعيه مو حنعطي لو سامحوا لي نروح الجمعيه العامه باسكو اسمح لي لارتيك 82 صريح جدا المشرع ريسبونسابيليزاك في لي دون دي كال دو فورس ماجور تاخذ انت راك في لورجونس اش واش رانا اليوم جمعيه عامه استثنائيه ولا عاديه روح لا فيفا استشاره هاك خاسر الوقت ريسبونسابيليزي لا فيديراسيون تاخذ قرارات نعم. نعم وحتى الطريقه يعني كيفاش راح تجرى هذه الجمعيه العامه الاستثنائيه تكلم عليها اخر دينزجي لكن راح نناقشوها بعد هذه الصفحه الاشهاريه تحية مرة أخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة للحديث دائما على قرارات المكتب الفيدرالي والجمعية العامة الاستثنائية التي ننتظر أن تقرر في مصير بطولة أو الموسم الكروي ربما تكلمنا على الناس اللي ضد انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية رفيق وحيد واليوم شفنا بيان ربما بيان شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة في اتجاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم البيان موجود عندي موح وصرت ما عندك ولكن أقول لك اللي يكونوا ضد الجمعية العامة الاستثنائية ليس من حيث الشك من حق القدم لفاف دير الجمعية العامة الاستثنائية ولكن
اسكو جو كونتيست انه لا فاف تهربت من المسؤوليه لان الماده 82 تمد لها حق انها تكلمنا عليها تيجي وتترونشي دون لي كاد دو فورس ماجور. اليوم كي تحل الجمعيه العامه تخسر الوقت وتعاود تولي تاخذ ديسيزيون ماشي طبيعيه. الامر هذا ماشي طبيعي. في النهايه تكلم البريزون دو فيتاسون في الراديو قال لك قلنا الفيفا استشاره. كاين هنا شويه ضبابيه لانه الفيفا عمرها ما تعطي لك يعني الضوء الاخضر على حاجه بعد السنة القانونيه. هو انا نظن انه لما عاود عده مرات انه عندنا الضوء الاخضر من عند الاتحاد الدولي لكره القدم هي رساله لا هي رساله للمجياس. هو اليوم راهي حرب معلنه بين المجياس ولا فيدراسيون ولا فيدراسيون يتخوف للسلطه العموميه بالفيفا وهذا شيء غير مقبول بالنسبه لي. ولكن حبذا اليوم يقولنا البريزون فيدرال اسكو لا فيفا عطات له الضوء الاخضر باش يدير اسومبلي جينيرال بار كوريسبوندونس لانها ممنوعه بار كوريسبوندونس. الجمعيه العامه فيها الكوروب كاش تكونسرت الكوروب. هل قال لهم هل يعني كاين نيونس هنايا هل قال لهم نستشير اعضاء الجمعيه العامه ومن بعد ناخذ لا ديسيزيون او نيفو دو بيرو فيدرال على حساب الماده 82 تعطي الحق؟ يقدر يقول له ايه الفيفا هي الديمقراطيه استشير واش حبيت ولكن ما ديرش استشاره لانها جمعيه عامه. انا هذا رايي ممكن يكون غلط ولكن انا لا اعتقد انه لا فيفا اليوم سمحت لا فيداسيون دو فوتبول تدير جمعيه عامه عن طريق لا الكوريسبوندونس. هذا الشيء غير معقول. واخا بيزاتشي يقول لك عندنا الدور هو يقول انا نقول لك انا عندي غير معقول. هاي جوستوم لا ريكسون تاع الام جي اس اللي اليوم نتوقف عن زوج نقاط اللي حيروني. بون هاي لا ريبونس تاع الام جي اس تاع الملا هو البيان. لقد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية كما لا فوباسي. يعتبر هذا اختراع قانوني وارتجال بارونتيز مراوغة. هذا بين الوزارة. ثم يواصل يعني بين الوزارة واش يقولوا. إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط وكيفية انعقادها. إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر: تغيير مقال الفاف، تعديل النظام الأساسي، وحل الفاف. هذه زعما لاجيكس على حساب القانون الأساسي من المنظور للوزارة. ثم يواصل البيان يقول: وإذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم فإن هذه الاستشارة ممكنة دون الإخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وتذكر وزارة الشباب والرياضة ببيانها الصادر في 9 جويلية 2020 والذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن بناء على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد 19 التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. انتهى بيان وزارة الشباب والرياضة. نعم. لو سمحت انا والله العظيم انا كي نشوف دي شوز كيما هادو والله العظيم غير جماعه قراءتك في البيان نستغرب قبل افون دابورتي لا كونتراديكسيون برك ياك دابا نولوا للور شويه. تكلمنا على يعني امكانيه المكتب الفيدرالي باش ياخذ القرار اللازم تبقى للماده 82 تاع فتكون عنده شجاعه اوكي تكون عنده شجاعه وهذاك القرار هذاك يعني يبعثوا يعني نعم ويعني راح على صوم الجنرال اللي هو اللي هو اوبليجي اني نقول لك هذا في تكون مشاوره ولا حب يدير مشاوره يعني باش يعني باش اني با اوبليجي ولكن اني با اوبليجي دركا المهم دركا رانا نتكلموا على القضيه تاع الجمعيه العامه الاستثنائيه حسب القوانين تاع الدوله الجزائريه تاع لو ديكري 7415 ياك واللي ديليميتي وشنو هو لو ديريجون واش هي لاسومبلي جينيرال واش هو لو كلوب وشنو هي هادي توتي ديتيرميني يا اون ميزون كونفورميتي ياك تاعك تو موند توت لي فيدراسيون تو لي كلوب سو سون مي اون كونفورميتي. كيفاش اليوم وزاره الشباب والرياضه هذا تتدخل في امور اللي خاطيها وخاطيها من اي اساس؟ كل فيدراليه كل اتحاديه من حقها تاخذ القرارات اللي على توت لا سوفرينتي دو سون اجي اي دو سون بيرو فيدرال ماشي مع القانون. صلي على النبي خلي رانا في حاله استثنائيه اوني دون اون سيتياسيون اكسيبسيونيل. لا سيتياسيون اكسيبسيونيل تاع الوزاره هذه سي دو ترانسميتر لي ديسيزيون دي بوفوار بوبليك لو مينيستر دو لا جونس دي سبور ترانسمي يقول لهم اي ولا لا لا اون نو بو با كونتينيي حسب لا سيتياسيون اونديميك دون لاكيل بانديميك دون لاكيل اون اي بوان بار
ما تدخلش في امور اللي خاطيني كي سي سيد الوزير سيدار تاع سيد الوزير اللي كل احتراماتي ليه. الوزاره ما تدخلش روحها في امور كيما هادو. ولا انت قلت باللي زدت شي هو يهضر على الفيفا بور يعطي اشارات من حقه من حقه باسكو نيمبورت كي انت واش اسمه واحد انا جمال انا الاتحاديه في كل مره فيفا في الدوري الاخضر قلت بالك ربما قراءتي هي رساله في اتجاه وزاره الشباب والرياضه من حقه على بالك لو كان يكون تدخل تاع وزاره الشباب والرياضه تدخل في تسيير اتحاديه سامحني سامحني خليني نكمل فيفا تقول لك احترموا قوانين بلادكم اتونسيون شيخ اصلا هو احترم قوانين بلادك فاش خليني نكمل لا فيفا تخدم على الجوفرنمون يا شيخ معليش نقول لك خليني نهضر معاك خليني نهضر معاك تسيير شو قلت لي داكور ولكن لا فيفا تقول لك اعفس على القانون تاع بلادك ما تحترمش خليني نهضر معاك هذه ما كاينش لا لا ما قالكش ما قالكش اعفس لو 22 نوفمبر حتى واحد ما يعرفش نوفمبر كي جاو تاع لا فيفا باش نسمعوا بعضنا الجماعه لو 22 نوفمبر سمح لي كي جاو تاع لا فيفا هنا كي داروا بدايه تاع لي يعدوا لي ساتو وكاين لونجيسترمون تاع ممثل فيفا قال لهم يا لا فاف لازم تحترموا القانون تاع بلادكم 14330 قانون الاتحاديه ردوا بالكم لازم تحترموا احترموا بلادكم كانت واضحه الرساله وشكون اللي يحترم واش يحترم بلاده درك هنايا واش الاتحاديه اللي ماشي تحترم بلادها واش هو احترم بلادك تحترم القوانين تاع بلادك القوانين تاع بلادك شو لو ديكري 75 14 راهو باين يبين لك كل شيء انا نهضوا على لا جيستيون انترن لي ديسيزيون انترن كيفاش انت وزاره اسمح لي هذاك هو هذاك هو سي سكو جو فولي دير كيفاش انت مينيستر يتدخل في اون ديسيزيون دي بيرو فيدرال ولا اون ديسيزيون دو اسامبلي جينيرال سي اون انجونكسيون وزاره ردت على طلب اتحاد الجزائر اسمح لي اسمح لي في البيان في البيان باش نهضر معاك يا خو البيان من حق كل اتحاديه تورغانيز تنظم جمعيه عامه استثنائيه على نقطه واحده داك جو في بارتي دو دون اسوسياسيون اي اون لو في نديروها ان سول بوا لور دو جور حنا معولين عطيت ديكزامبل بركاج بوغ ليكزامبل عطيت ديكزامبل بور لا بور لا فيتور فيوزيون افيك افيك لو جي اس بي اي فو اورغانيزي اون اسامبلي جينيرال اكستراوردينير بور ديسيدي ان دي نو اه بور ديسيدي وي او نو لا دون لا فيوزيون بوا ان بوا لار دو جور ما كانش هادي ما ديرهاش ولا ما كانش تي اوبليجي دو باسي بار لاسامبلي جينيرال اكستراوردينير افيك ان سول بوا لار دو جور ميتنون ايسي انا جو بونس كو وزاره الشباب والرياضه كي سونسي فير لا بوليتيك سبورتيف Et la politique de la jeunesse n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes d'une quelconque fédération. C'est une chose. Vous avez le Chabab Oriyada. Qui est-ce qu'il dit l'Araqil Il dit parce qu'il est en train de se faire. Qui est l'Araqil منها هذه منها عدم تنظيم الجمعيه العامه الاستثنائيه ما نتكلموش مع الاول واش يقال يعني بين العلاقات بين الفيدراليه الاتحاديه لكره القدم والوزاره يا اخي انت يا انتم وزاره عطوا الحلول اعطيو الحلول واش هما الحلول اكو تحبوا تدخلوا اعطيو حلول ولا لا لا ما نورغانيزيوش نحبسوا لا كومبيتيسيون سي نورمال باسكو لا سيتوياسيون سانيتير ما تسمحناش ما نورغانيزيوش هادي ما نديروش هادي عطينا حلول ما بنحبش يديروا اجتماع تاع المكتب الفيدرالي الشيخ أه؟ الوزاره لم تمنع الفاف من عقد اجتماع مكتب فيدرالي والمكتب الفيدرالي اليوم هو اللي تهرب المسؤوليه تاعو خلينا نتكلم معاك شيخ المكتب الفيدرالي هضرنا عليها على الارتيكل 42 هضرنا عليها شيخ من حق الوزاره بس كسلطه وصيه تمنعك انك دير اجتماع لانه الكوفيد 19 اوكي لكن ما تمنعش اه خلينا الاحزاب اللي داروا صلي على النبي ما تبداش شوف صلي على النبي صلي على النبي الحزب الجبهه التحرير الوطني دار الكونغري تاعو اساس دار الكونغري تاعو الان اللي دار الكونغري تاعو بركونا بركونا من الخرطين يا نمار من التشتي لا 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 نو يا نمار يا نمار من التشتي من حقك سلطه وصيه ما تقولش دوك السلطه الوصيه لا في يا نمار من التشتي داروا اسامبلي جينيرال يا دي من حقك اسمح لي اسمح لي خليني نكمل لك خليني نكمل لك من حقه من حقه يمنع جمال كل واحد في قطاعه يتحمل مسؤوليته كل واحد في قطاعه لا لا ماشي ما قطاع هذا سي جينيرال سيت سي با سي با دون سون ريسور سي لو ريسور دو مينيستر لا سونتي لا لا من حقه من حقه هو لا لا كسلطه وصيه من حقه مينيستر لا سونتي هو با اسيتي الوزاره لانه انا لا فهمت الوزاره انا نسيت على المجلس يقول واش التدخل يا شيخ دخلت نتكلم معك نتكلم معك هاد لا فيدراسيون تتكلم لا لا فيدراسيون تتكلم لا تهضر بالقانون وتهدد بلا فيفا قال القوانين لو كود ديتي قانون صادق على شكون بيرو فيدرال يصدق شكون لا صوم لي جينيرال لا صوم لي جينيرال روحوا ادخلوا سيت على فاف باسكو يعفسوا على القانون كي يحبوا يطبقوا واش حبوا روحوا للسيت لا فيدراسيون هابطوا تحت سيبوا الكود ديتيك كليكيو عليه يطلع لكم روحوا لارتيكل 29
وقد صادق المكتب الفيدرالي على القانون ودخل حيز التنفيذ. هذه وحده لو كود ديتيك هذا اللي ما صدقش عليه الجمعيه العامه اللي كي سوبران لي مومبل دو لا كوميسيون ديتيك اللي يفترض كلهم يكون ان اورغان جوريديكسيونيل الاعضاء تاعو حسب لا فيفا لا تخوفوا بها تخوفوا في الجيري بها تقول لي زورغان جوريديكسيونيل الاعضاء تاعهم يكونوا منتخبين من الجمعيه العامه. انتم اليوم مبارك ربي يرحمه ويوسع عليه قتلتوه كوميسيون دي تصلا سي مكمل ربي 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 لا في دي اسونجير دو فوتبول قتلاته لانه دارت عليه تاع حمله وتاح على جو باس ميمو حمله واحد موت بيت الله موت بيت الله جو باس ميمو لانه السيد هذا اللي توفى وما حبسوش فيه واش داروا له سمحوا لي تهضر على القانون لا فيديراسيون خاطر مع الله اسمح لي شيخ خليني نخلطك والله معليش غادي نخلط معليش غادي نخلط معليش خليني نخلط خليني نخلط اخي ماشي نتكلم عليك ما تكلمش عليا ما تكلمش عليا من فضلك من فضلك لا كي تكلموا على القانون كي نقول لك عليه باسكو السيد نعرفه وهضروا روح لعنبه وهضروا عليه لا فامي ديالو داروا له توقيف ابري كتقول على القانون داروا له انهاء مهام من طرف الامين العام وكانت العهده تاعو خلاص ليس من حق واحد خدام ينهي مهام واحد إلي. ثانيا بعثوا له لا كوميسيون دونكيت تاعو لوديت كي خرجوا ما عطاولوش لو كونترول ديو ما فيه والو كي راحوا لا كوميسيون ديتيك اسي ديكلاري انكومبيتون هذا هو على حبوا يجوزوا لا كوميسيون ديتيك ربي يرحمه كي ما صابوش واش يديروا له داروا له اون اني دو سسبونسيون باسكو سوا ديزون لوبليغاسيون دو ريزيرف كيتكلم على بهلول اور كو بهلول عضو مكتب الفيدرالي لوي ميم ما جاش لاسومبلي ادانا لاسومبلي تاع ميبريك اللي هو عضو فيها وتكلم قبله قال لهم دوك يفاسكاسي لي دون وما جاش لا كوميسيون ديتيك هذه وحده. ثانيا يكتبوا ما خرجوش بزاف من الموضوع معليش نكمل هذا من فضلك نهضروا على الخروقات القانونيه ما تهضرش باش ما كاش مارتيريزا في لا فيديراسيون يكتبوا نوار سي البلون يا ناس في سيت لا فيديراسيون او قالها اليوم في لا راديو البارح في لا راديو بيرو فيدرال ريسترا لو سيبوا في القانون حاجه اسمها بيرو فيدرال ريسترا قسما بالله مازال من الصحافه ما كاش بيرو فيدرال ريسترا لماذا؟ لانه البيرو فيدرال يتكون من 7 الى 13 ويترسوا لرئيس الاتحاد والكوروم لازم يكون مينيموم 7 كي تقول انت سسبونديتو اجتمعت في بيرو فيدرال ريسترا تراسوا الامين العام يا ناس هذو خروقات قانونيه كبيره وكبيره كي تهضر على اسمح لي من فضلك باش ما نخرجوش من الموضوع خلاص كملت علاش تفضل انا جاب الباني قاعد معاك انت وراك تسمع فيه واني نسمع فيك واش راك تقول. انا تكلمت على المكتب الفيدرالي مقبل وقلت ما راهوش منسجم ومخصوصين بعض الاعضاء يعني ما نخرجوش من الموضوع مثلكم لا لا نقولوا يعني لا سي بور ريبوند ا سا مخصوصين بزاف اعضاء صافي رفيق من فضلك من فضلك جاب جاي ريبوند تكلمت رفيق من فضلك تكلمت رفيق خلينا يرجع عليه كي تهضر على ريسترا انا مو ميم جي سولفي سو بروبليم اون دو با بروند دي ديسيجن افيك ان بيرو فيدرال ريسترا هذه ما كاينش منها قرار غير قانوني ما تقدرش تفاليدي القرارات تم راني داكور رانا في البيان تاع وزاره الشباب والرياضه رانا في البيان تاع وزاره الشباب والرياضه تكلموا على البيان كي تكلموا على البيان انا قلت لك انا شوف حاجه قانونيه قلت لك يا اخي 29.6 قلت لك في ناس عندها الحق انا ما تخبط لك مي فلوكا تاع مي بلاك تحمل المسؤوليه عند ربي سبحانه دوك نقول لك حاجه اسكو فو تروفي نورمال اسكو فو تروفي نورمال انا البدايه تاع البدايه تاع المثال الي جوست هل سمعتوا يا ناس عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية هاي فهموني فيها هذه هذا اختراع قانوني أكيد وديروا لا فوباسي جمعية عامة عادية في دورة استثنائية سا نيكزيست با كانوا من المفروض لا فيديراسيون جي دو فوتبول عندهم الحق ديال جمعية عامة استثنائية ويقولوا سنعقد جمعية عامة استثنائية لمناقشة نقطة واحدة ولكن هذه الطريقة الي فوس نعم جمال باش نغلقوا هذا الملف باش نغلقوا هذا الملف من فضلك انا نظن باللي كاين دي زوبستاك on n'essaie pas de trouver une solution les trois jamais فهمتني il y a des طلع المكتب الفيدرالي غير مرغوب فيه من طرف الوزاره يا دير هذه ما فيها حتى شك يا دير لون دو ريغلومون دو كونط راه هنايا ونتما
الانسان هذا اورغانيزيو هو ولا جو سو با البورتوارول تاع زيد شي باش يكون في علمك يا سي واحد لا لا تفهم على روحك جو سو با البورتوارول تاع زيد شي جو سو با ابيليتي ا بارلي افيك زيد شي ما نفضلكم ما نفضلكم من قاعدين باحترام لي شوز او بوين سي تناقشوا باحترام لا علاش انا نهضر بالقوانين انا قايد انا نهضر بالقوانين والقانون الدوله من حقها القانون انت تقول باللي لا فيفا لا فيفا تدخل لك في الامور تدخلش لا فيفا دخلك لا فيفا هلكك لا فيفا حتى ما تجيبش بوندي كل واحد كل واحد رايه كل واحد رايه اعطيني السبب تيرا ميمور السبب تيرا ميمور لا معليش هذا خليني نفهم يا شيخ حنقطع خليني نكمل نهضر صلي عندي نكمل لا لا معليش خليني نهضر قطعتني تفضل جماعة خلاص ما نفضلك نطويو هذا الملف الملف تاع الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم نتكلموا على جانب آخر من توقف البطولة وهي ربما قيمة اللاعبين يعني هل كيفاش راح يكون سوق التحويلات وهل ننتظر انهيار في سوق التحويلات لهذا الموسم بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي نتج عن الأوضاع الصحية في الجزائر؟ للحديث في هذا الموضوع حيتلحق بنا عبر سكايب على المباشر السيد عبد العالي عاشوري وكيل اللاعبين اللي نعرفوه بزاف ويتوحشنا يعني عندنا يعني بزاف ما شفناش. سي عبد العالي مرحبا بك. السلام عليكم. تحية لك محمد وتحية الجمال وحيد وفاروق ونقول رفيق وحيد بالعقل برك راهو دائما نرفو يا خويا دائما الله دائما شوف سي عاشوري اسمع انا جيسي دتخ جوست لا فيديراسيون اخترقت القوانين عدة مرات نهضر عليها الوزارة تغلط نتكلم عليها ما نديش دو بوي دو مزيور نو انا نهضر بالمواد قانونية فاروق رفيق ما نشكوش في وما نشكوش في جمال رشدي كل واحد رايو يعني كل واحد يناقش رايو ويدافع على الافكار تاعو. السؤال اللي نطرحه لك سي عبد العالي عاشوري هو هل ننتظر انهيار تاع سوق التحويلات تاع اللاعبين هذا الموسم ولا راح تبقى نفس الشيء مقارنه بالمواسم الفارطه؟ لا محمد بالطبع نظرا للحاله اللي رانا نعيشوها حاليا واللي قاست يعني كل القطاعات الان احنا رانا في كره القدم نشوف يعني اكبر النوادي العالميه كريال مدريد وبرشلونه راهم عندهم ازمه ماليه اللي خلاتهم باش منعتهم باش يتسابوا alors ils ont opté pour des échanges يعني راهم يتبادلوا في اللاعبين دونك حنا هنا في الجزائر نظن ابار يعني عندنا نادي او ناديين كشباب قسنطينه وشباب بلوزداد وممكن اتحاد العاصمه مستقبلا اللي ممكن مش راح تقيسهم الازمه الماليه وراح يتسابوا لاعبين في المستوى لكن انا نظن اغلب النوادي الجزائريه هي من قبل عندها ازمات ماليه واوكو كامل عندها ديون وما كان حتى نادي عنده ان بينيفيس على فان دو لا سيزون نظن انه راح يكون ما نقولش انهيار مي ما نظنش انه راح يكون سوق يعني راح يكون يعني سوق كبير او يعني فيه لاعبين العديد من اللاعبين راح يغيروا يعني كيفاش راهي الحركه حاليا كيفاش راهي الحركه تاع التحويلات تاع اللاعبين مقارنه بالمواسم اللي فاتت؟ حاليا انا يعني شخصيا انا راني برونشي خارج الوطن لكن هنا في الدوري الجزائري يعني ابار اتحاد العاصمه لانه ممكن راهو ستابل مع تعيين يعني شركه هذه الجديده نظن اغلب النوادي راهم يستناو في قرار الاتحاديه الجزائريه ونظن انه يعني بيان الوزير اليوم راح يعقد ويخلي الاتحاديه الجزائريه في مازق لانه يعني انا من رايي كوكيل لاعبين نظن انه في بدايه او لا بانديمي لو يعني اقتادت الاتحاديه الجزائريه بالعديد من الاتحاديات نمدوا مثلا الدوري الفرنسي الاتحاديه الفرنسيه هزت قرار حبست الدوري وكان بعض النوادي محمد اللي كان عندهم ممكن 3 نقاط او 4 نقاط كانوا ممكن يعني ما يسقطوش كنادي اميان وقبلوا القرار وخلاص نظن انه الاتحاديه الجزائريه ما كانش عندها يعني الشجاعه فقط هذا ما كان
فاروق ربما من المفروض أن أندية اللي تحترم نفسها تتأقلم مع كل الظروف. تكون نسمع يعني رئيس مولدية بجاية الناس ما زالت تتكلم على الديون تاع اللاعبين اللي اللاعبين حتى اللاعبين الأجانب. من المفروض نادي اللي يحترم نفسه يتأقلم مع ظروف اقتصادية مع ظروف صحية. والله العظيم غنشت باله ولا افونتيير ديكلاراسيون تاع بيراز بريزيدون دي ريال مدريد قال في واش راه وصاير ليبيديمي هذه وكذا. قالوا ما نديش ريكريتمون. قالوا ما راني مع لي جوار نيغوسي باش نقسلهم لي سالير. قالوا معيب عليا انا نروح نجيب دي جوار دي صوم كبار. تما هنا تحبس. حنا دوكا واش راه صار كاع نعرفوا الازمات تاع نومام الفرق. هنايا الحاجه الاولى لازم يكونوا عندهم تفهموا مع اللاعبين ديالهم كيفاش دوك اللاعبين اللي هم قاعدين في الدار ما تفهموش اسك السالير il baisse à 50% 30% ولا ينحوا كالكو سالير ولا. لكن النادي النادي ديما يخلصش اللاعب تاعو يقول له نقص السالير تاعك يعني. إيه حنا مشكل كبير حنا في ديال تما السالير ما يمدهولكش مام افون هذه السالير من الناس ما الناس كاع تروح في 6 mois 7 mois ما حنا ما حنا عبرك بطوله ما مازال ما فهمتهاش انا وين كل فريق يخلص العام تلقاه مديون ما بايش كومبيان دي مليار اللاعبين سيارال اللاعبين يروحوا للطاس الناس كاع تسال والبطوله تمشي نعم. تمشي ما كاش نهار وين قالوا باسطا نحبسوا لازم كاين دي كلوب اللي ما كاش ما يخلص 5 6 جوار كومبيان دي مليار ومازالوا عنده يخلوا له ريكريتي. اما حنا يخرج قانون يقول لك هذا العام لي كلوب هادو ما يخلصوش لاعبين ما سو انتيردي دو ريكريتمون. بعد تلقاهم تمتم يلقاو كيفاش يلقاو الحل بيناتهم. من بعد تلقى الفريق هذاك يدير ريكريتمون عادي واللاعب العام الجاي نفسه واللاعبين مازالوا دوك. حنا في لا سيتياسيون اللي رانا فيها اللاعب نعرفوا باللي الفرق كاع منفلسه ما كاش ابار دوكا اتحاد العاصمه ولا مولوديه الجزائر ولا هادو السياسيين اللي عندهم شركات وهادوك انا نشوفو مام فرق كيما مول الجزائر كاين لاعبين ما مش خالصين وكذا. انت دوك تروح دير ريكريتمون بدي صوم مع باش تروح تجيب دي جوار زعما سوا ديزون لي ميور لي راهم في المارشي تجيبو بو هكذا تخلصو وكذا. ولا عندك لاعبين في الفريق اللي كاين بالك راهم شامبيون بالك راهو في كلاسمون مليح وتلقى لاعبين ما مش خالصين. هنا تضرب عقلك ما فهمش الناس هادو كيفاش يتخمم. انت راك في ازمه ماليه قال دير باسطه هذا العام انا ما عنديش دراهم انا نسيي كيفاش نيغوسي مع لي جوا اللي راهم معايا نقصوا نتفاهموا على لي سالير نقصوا لهم 50% 30% وريكريتمون نطلع شويه من وهذا العام ما نديش ريكريتمون انايا عندي ديجا شامبيونا هذه ازمه عالميه هذا العام نسيو كيف ما نروحش دوك انا من دوك نحوس انا نيغوسي مع دي جوار بدي صوم باسكو نعرفوا احنا جوار باش يبدل من كلوب اللي يكون فيه مليح باش يروح لازم له جوستومون كاين نقطه اخرى لازم يدوموندي اكثر راح نطرحها ربما مع عبد العلي عاشوري حول يعني قيمه اللاعب. من المفروض انه لاعب لما في نهايه الموسم نشوفه كيفاش كان كيفاش كان المستوى تاعو كان مليح ما كانش مليح باش نحاول انه ننتدبه. اليوم مع التوقف تاع البطوله كيفاش راح تكون ليفالواسيون تاع اللاعبين بطبيعة الحال محمد كما كان يقول فاروق نظن راح يكون انهيار يعني واغلب الفرق نظن راح ينتدبوا لاعبين من اجل التكوين والمثال ان شاء الله فمك ربي سي عاشوري ليكزومبل اي تي ستادي دوني الموسم هذا الفارط من قبل وفاق سطيف اللي يعني عاونوا على الشباب ونجحوا يعني نظن انه راح يكون انهيار في سوق يعني التحويلات بالنسبه للاعبين هنا وحتى لان الماركاتو لحد الساعه الاتحاديه الجزائريه راسلت الفيفا نظن انه 1 سبتمبر راح يبدا لو تي ام اس نظن انه السوق نظن انه الماركاتو المحلي راح يمشي في نفس يعني من 1 سبتمبر حتى نظن 1 نوفمبر يعني شهرين نظن انه كما نعم متعودين على خروج العديد من اللاعبين في كل موسم يعني نحو البطولات الخارجيه. هل راح يكون اللاعبين اللي راح ينتقلوا لهذه البطولات في نهايه هذا الموسم؟ ممكن راح يكونوا لاعبين دوك الان اعطينا المعلومات اعطينا الاخبار سي عاشوري الاخبار انا نعطيكم السكوب في وقته الحين الساعه ما هي الا اتصالات ومفاوضات نعم. ان شاء الله في الايام القادمه راح يكونوا لاعبين يلعبوا خارج الوطن ان شاء الله في اوروبا او في الخليج شكرا لك سي عبد العلي عاشوري شكرا لمشاركتك معنا عبر السكايب. مشاهدينا الكريم سنعود اليكم بعد ما نتوقف مع هذه الصفحه الاشهاريه.
à la cantine, Bémi Dambolo. Olé, 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 à la cantine, Bémi Dambolo. Olé, 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 olé. مرة أخرى نرحب بكم مشاهدينا الكريم في الجزء الثالث والأخير من برنامج استوديو الرياضة. كنا نتكلموا على قيمة اللاعبين، على يعني سوق التحويلات كيفاش راح يكون في هاد في نهاية هاد الموسم. نتكلم ربما على لا فورم تاع اللاعبين، على المستوى تاع اللاعبين، كيفاش راح نرجعوهم لأحسن مستوى بعد هاد التوقف تاع اللي دام أكثر من 14 شهر، وما على بالناش وقتاش يعاودوا يولوا. راح ناخذ راي دكتور محمد بوعكاس، طبيب مختص في الطب الرياضي، واللي كان حاضر مع المنتخب الوطني خلال تتويجه بكأس افريقيا للامم في مصر. مرحبا بك دكتور عمر. شكرا على الاستضافه واهلا بالضيوف تاعك. إذن ربما السؤال الأول، البعض ما زال يتكلم على عودة البطولة بعد هذا التوقف، يعني إنهاء البطولة بعد هذا التوقف. يعني بصفتك طبيب طبيب مختص في الطب الرياضي، وكنت حاضر وكنت عضو في الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، هل بالإمكان العودة للبطولة؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العودة راهي صعيبة بزاف، حنا نديرو ملاحظات. لأول مرة ترى في الشامبيون تاعنا توقف في الإدام لمدة 4 أشهر. حنا الفورما العادية اللي كنا نعرفوها عند اللاعبين اللي كانوا يدوا بالات 15 يوم ولا 3 سمانات فقط من الـ من الروبو تاعهم الفاكونس يعاودوا يولوا، هذيك نفرغ منها. الآن 4 أشهر راح نشوفوها ملاحظات. ما يفرقش باللي الرياضي بصفة عامة عنده مؤشرات، عنده مؤشرات القوة، مؤشرات لا فورم ديالو اللي يعرفوها لي بريباراتور فيزيك اي لي زونترينور، افابور لا فيو دو ماكس معناتها لا كونسوماسيون دوكسيجين تاعو اللي يستعملها، وهذاك المؤشر تاع اللياقه البدنيه تاعو. عنده لا فورم تاع 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 معليش لو عاد تصلح لنا فقط. سمحوا لي. هكذا خير، هكذا خير. نعم انا معك، معكم محمد. تفضل. قلت لك دوزيام فورم لا فيو دو ماكس سي لا فورس ميسكولار. والشيء الثالث ربما كاين بزاف احوال، ربما ليجيون دو في تاعو كيفاش كانت، تسوى كان انسان هدايا كونفيني وبا. دونك عندنا زوج حالات، الانسان اللي كان مريض بالكوفيد والانسان اللي ما كانش مريض بالكوفيد. دونك اللي كان مريض بالكوفيد خلينا هذاك على بالنا بلي الانسان عنده دخل في طريق واحد اخرى، لازم يعالج ولازم يكون من بعد العلاج تاعو. كاين بزاف دي زيكزام لازم نعملوهم باش يعاودوا للتيران. دوك الثاني الانسان اللي ما به والو قاعد بدون تدريبات، ولو كان تدريبات فرديه، ولو كان تدريبات فرديه هذا ما يهمش باللي يقدر يكون يعاود يولي لا فورم تاعو. ما يخالفش باللي لو كان نلحقوا 15 يوم فقط عندنا 5-7% ديمينيسيون دو لا فيو دو ماكس تاعو، ولا يقعد الانسان شهرين عنده 25-26% تنقص له لا فيو دو ماكس تاعو، اللي هو مؤشر كبير كثير جدا اللي يستعملوه اللي قلنا لي بريباراتور فيزيك باش يشوفوا اللياقه العامه تاع الفوتبولر. احنا تاعنا فوتبولر راهو حابس، وكمان كان عنده تدريبات فرديه ولا ما كاش مدرب، ولكن ما يكفيش. احنا نشوفوا الملاحظات وحين نتهضروا مفاجات، ربما دي بليسير، ربما دي مشاكل صحيه واحد اخرى، ربما ان شاء الله ما يكونوش. وفي اوروبا يعني، وهذا المشكل، هذا المشكل حتى في الدوريات الاوروبيه، يعني بالرغم من الامكانيات اللي عندهم. الريتم تاع مقابله انا شفناه في الاخوان، ولو ربما ما قعدوش اكثر منا وما داروا خداو قرارات وعاودوا ولاو وداروا التدريبات تاعهم. حنايا باش نعاود نقولوا الفورما تاعنا الرياضي على الاقل، راهم يقولوا لي بريباراتور فيزيك كونتر 6 و 8 سيمان، سي شهرين على الاقل باش يعاودوا لي الفورما تاعو ونولوا نقولوا ازيرو. عطاو مثال كانه هذا اللاعب كان مبليسي. اللي انسان قدام بليسير كراف وقعد، دوك راح يعاود يولي التدريبات تاعو باش يعاود يولي لافورم تاعو انيسيال ولا اللي كانت عنده من قبل، باش يدير لا بريباراسيون فيزيك جينيرال. تابخون طون اونتر 6 و 8 سيمان فوار بلوس. حنا حتى الان مازال ما عطيناش الوقت باش نعاود، مازلنا في صراعات، ربما لا ادري كيفاش انتم تعرفوا كتقنيين، مازال ما وليناش ما عطيناش في بعض. حنا باش نقول لك حنا ماناش نحوسوا دوكا على وقتاش نولوا المقابله، ولكن انا الوقت باش نعاودوا نخمو في الشامبيون اللي جايه من الان.
الان لو كان نقولوا غدا ان شاء الله نبداو البريباراسيون فيزيك ما نلحقوش حتى لاكتوبر ان شاء الله. طبيب حاب تقول انه حتى لو يتوقف الموسم الكروي حتى يعني تحسبا للموسم الجاي راح يكون تحضير على الانديه انها يعني تتاقلم مع يعني دير تحضيرات خاصه فيزيك جينيرال عندها وقت مطول لا يعني خاصه مقارنه بالمواسم اللي فاتت سير خاصه 4 اشهر من التوقف لازم نشوفوا اخرى ديجا نديروا ديجا راح نصطدموا بملاحظات اللي ما كناش نشوفوها ربما دي بليسيو في ليزونتينمون ربما لياقه بدنيه ما كاش عاليه ربما امور راح نشوفوها راح نديروا دي زوبسيرفاسيون مع العوده تاعنا ولكن انا نقول ربما باش نخموا على البروشان سيزون لازم من الان نديروا البروتوكول تاعنا نعاود نولوا التدريبات باش نخمو باش نلحقوا ربما قلت لك مو اكتوبر ان شاء الله فاروق ربما تعقيب فاروق اسمح لي انت تعرف مليح الانديه كنت في شباب اهلي البرج وتعرف حاله الانديه كل الانديه الجزائريه هل عندنا لي مويا يعني لما يجي اللاعب نقيمو نديرو دي تيست نديرو فحوص نديرو هل عندنا لي ما عندناش هذه ما عندناش انا نحكي لك كي طونك جوار هذه ما جامي عشتها نعيش وقت راه هكذا في زمان يجيبونا السيهل دون سيانا ما اسول في هذاك لو تيست فيزيك وكدايا مي سينو زعما بوندون لاني هكذا جوج دي زيكزام هكذا حنا عشنا وين اون فوا جي اسكان بلا ميتسا كنا عايشين بلوكيني قيو الحيوة اللي ضربنا معاه بوندون 8 اون غير لوكيني هو الطبيب هو مي دوكا بالك ان جوار اللي قعد 4 موا مام بلا هذيك حنا كي عطونا زعما لو كونجي تاع فان سيزون 1 موا ولا 20 جور ولا 25 جور سا ديبون سا كوختا يا لو جوار لي يحافظ على اللياقه ديالو يدير دي زونطريمون انديفيديال لي جي انديفيديالو وكاين جوار لي هذاك ال20 جو كان جور ماشي جوار يولي جوار ما يرقدش ياكل نابوشي ما يونطريني ومن بعد نهار نولوا لا ريبريز هذاك جوار تحصل لا ديفيرونس بين هذاك اللي كان يونطريني وكان لي جي ديالو هذاك تلقاه تم يدخل عندك 3 كا واش 6 سيمان تاع لا بريباراسيون تحس مي دوكا تقعد ان جوار اللي قعد 6 mois ولا ساموا ما كاش كاين جوال اللي راهو يونطريني انديفيديوالمون مي وحنا الوباء هذا ما يكفيش سورتو دوكا نهضرنا على 20 جور دكتور وصعيبه انت تقعد ساموا تونطريني وحدك ولا ما ماشي كاع لا ميم شوز اون بليس حنا الوباء ما عندكش ما تروحش تونطريني ما تروحش للغابه ما تروحش صال دو ميسكولاسيون كاين دي تريك ولا تونطريني اللي ساكن في ابارتمون ما يقدرش يونطريني يدير دي يخدم بالك دي سيونس ابدو ولا هادو كيناج ولا ما عنده وين يجري ما كاش دوك مي ساموا تقعد وما على بالناش لا دات كيما قال الدكتور أو يدير ان بروتوكول قال لا دات فلانيه فا كومونسي شامبيونا ومن دوكا لي زيكيب شاك ايكيب عنده طبيب عنده بريباراتور يبداو يديروا ان بروتوكول اللاعبين يعطوا لهم ان بروغرام اللي كنا شفناه في لوروب هادو دانييرمون كانوا يديروا مع لي زونترينور يديروا كيما يقول لك يحضروا معاهم سيغ فيديو يديروا حنا هادي مشنا جوار وحده انا نعرف دي جوار صحابي يونطريني وحده ويش لونطيرمون سي جو دي 6 دي 6 كدايا يقدر بعد شهرين بليسير ما كاش ايجيان مي ساموا ما تونطرينيش سا سرا ديفيسير بور لا سيزون لازم كومبا باش تعاود ترجع ونعرف ومحمد ما نكذبوش حنا الامكانيات ما كاش في لي كلوب الجيريان ما كاش نهضر لك مولوديا وهبط لتحت ما عندناش حنا ما عندناش عندك واش عندك كي يحب يديك دير زعما صونا ولا يديك عند البريفي كاين عندي عندها صال دو ميسكيلاسيون صال دو ميسكيلاسيون يا محمد اضعف الايمان ماشي صال دو ميسكيلاسيون اللي ترجع صال دو ميسكيلاسيون لي موان دي ريكوبيراسيون لازم لك بوكو تكيني لي ماسور كدا هما عايشين معاك وكاين الطبيب يعرف يا دي فيتامين تاخذهم ما لازم تصرف دراهم حنا لي كلوب ما يصرفوش دراهم يصرف غير يشري لو جوار باش يسكت به البيبليك وكدا باش ما يدي معاه احسك الجوار كي يخلص في لونطيرمون يروح ياكل برا ياكل في الدار ما ياكلش باسكو لو جوار بروفيسيونيل هيكا يتبع ما البارح شداني واسمو كروس كي داو شامبيونا تصور مع تشيز تما دوكا واش يقدر ياكل شي تصور معاهم برجر تصور معاهم برجر صافي تو دير تما بلي حتى دوكا باش حنا ناكل هذا لومبورغر حنا الجوار الجيريان نعرفوا بلي تاكل كلش طاكوس تاكل شاورما تاكل زلابيه تاكل كرانطيطا ومع سامو قاعد الله يكون معهم هادو لي بريباراتور لي زونترينور لي ميتسا وستو الميتسا تا ولا راك في كلوب غير بدا ريكريتي واحد معاك واحد العشره وكدا يعاونو باسكو سا سرا ديفيسيل تفضل طبيب لازم نعم
عنده الحق عنده الحق واش الحق دوك حنا ولات كلمنا على لو بروفيسيوناليزم وعندك انت يا عندك ايكيب اللي ما عندهاش طاقم طبي متكامل من طبيب رياضي مختص من معالجين فيزيائيين من مدلكين من دي بريباراتور فيزيك من ليجيان اليمونتير ولا ما عندكش طاقم طبي متكامل ما عندكش ما تروحش لبعيد نعم باش بروفيسيونال نعم طبيب كنت يعني كنت مع الطاقم الطبي تاع المنتخب الوطني قولوا شحال كان اليوم جوستومون اللي كان قولوا شحال كانوا الطاقم شحال اللي فيك جوستومون السؤال تاع فاروق بلقايط طرح له سؤال تاع فاروق بلقايط دكتور حبيت نعرف الطاقم تاعكم في الفريق الوطني في كاس افريقيا شحال كنتم متكونين شحال من واحد كومبيا وزيتي كومبيا كنا دو ميتا رواتي وي دو ماسور ونيتيسيونيست دونك شوف شحال واحد 10 الله يبارك 6 الى 7 وقول له بلي لو ستاف ميديكال يقدر يكون يعوض مدرب ستاف ميديكال باك ديفوا يكون عندك ستاف ميديكال سوليد وقوي وخدام راح ينقص عليك وجه خدمه المدرب في الاصل لازم انت تلحق له لو جوار تاعو انطاكت يعطيك صح بلا بيك ما يقدرش وي تاع هادو المختصين والمعالجين حنا كما قال لك الاخ محمد كي كنا في لاكوب دافريك من بين اثار تاع النجاح تاع الكاس افريقيا هي الاسترجاع حتى ما كانش كان ما كانوش الناس اللي كانت تاعي تخدم جوسكا مينوي فوق 1 اور دو ماتا او بور لي ماساج او لي ريكوبيراسيون امبوسيبل حنا الحمد لله زيرو ريسك صفر انسان بليسي غراف خرجنا من كوب دافريك زيرو بليسي غراف الحمد لله ودكتور بوعكاز وجازت مرت سنة على تتويج المنتخب الوطني بهذيك الكأس الإفريقية اللي فرحتنا اللي بكاتنا اللي خرجتنا الكل للشوارع واش بقيت تتفكر في هذوك اللحظات الجميلة والصور الجميلة اللي عشتوها لتم مع المنتخب الوطني في في في, في مصر والله فرحة ما تصورش كي تكون على بالك في الميدان كي تكون تما في مصر وكان واحد معنا تما جو كبير واعر بعد كي جينا احنا الجزائر هنايا سي اونكور حاجة بخلاص لقينا الغاشي يخرجوا كلش الناس تبكي والناس الفرحة هذيك ما تصورش هذاك هو الخلاص تاع كل واحد كي دخل البهجة على الجزائريين هذاك هو الصح الناس فرحت ويعطيهم الصحة نعم نعم شكرا لك دكتور عمر بوعكاز شكرا اللي شاركت معنا عبر سكايب وحنا راح نعود على اهم المحطات والاهم لحظات اللي خلانا نعيشها المنتخب الوطني خلال كاس افريقيا 2019 بمصر Moi ce que je voulais c'est être le premier être celui qui gagne celui qui prend la coupe qui l'amène d'un pays à un autre qui l'amène d'un pays pour la ramener chez nous donc ça ce sentiment là c'est énorme et ça on peut pas voilà on peut plus que l'enlever c'est fait c'est inscrit dans l'histoire Après, voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui. En tout cas, on venait pas comme le petit poussé ou l'équipe qui est cette équipe qui venait de sortir en 2017 au premier tour. On n'était pas, on n'est pas venu avec ça en tête. On est venu avec l'idée, voilà, d'être valeureux, d'être brave, d'être ambitieux et voilà, d'y croire. Arriver en Égypte. Je dois le dire, tout l'aspect logistique a été nickel. L'organisation de la CAN elle-même a été parfaite. Il n'y a pas eu de soucis, on n'a manqué de rien du tout. Notre fédération, ceux qui s'occupent de cette logistique-là, l'essentiel du métier. Thank you.
وفا حاجه تفرح في كره القدم الجزائريه، مو حاجه ما نعرفش ننساو هاد الصور الجميله واللحظات التاريخيه اللي خلانا نعيشها جمال بالماضي والمنتخب الوطني، ومحال ننساها كذلك اللاعب الدولي السابق من دون شك عبد الحفيظ بن عباس، لاعب الدولي السابق في صفوف مولوديه وهران اللي التحق بنا على المباشر عبر الهاتف. مساء الخير حفيظو. مساء الخير محمد، نشكرك على الاستضافه ونسلم على الضيوف اللي معك في البلاطو. ربما شفنا جمال راشدي دموع في عينيه لما عودنا شفنا صور تتويج المنتخب الوطني بكأس إفريقيا، نفس الشعور بالنسبه لك حفيظ بن عباس؟ والله العظيم هذيك فرحه ما توصفش. لوكاب الجزائري كنا في مرحله، شفت المرحله اللي كنا فيها، مرحله تاع ستريس بريسيون، الفريق الوطني عطانا ان جوا اللي تتنا كاع الهموم اللي كانت في هذاك الوقت. الحمد لله الحمد لله. سي حفيظ بن عباس ربما تعقيب وي حفيظ. السلام عليكم حفيظ. هو طونك جوار ناكس انترناسيونال ولعب كيما يقول لك في لو نيفو كدايا، ان جوار يحسب جوار مام حنا ونا با بارتيسيبي في لو ساكرا دايا، مي نحسوا له طونك جوار باسكو كاين دي جوار اللي عاشرناهم وكذا تحس بهذيك الفرحه. وان شاء الله نتمنى، وحنا قلت لك انا دوليا ما تنهضروا بزاف على واش راهو صاري ومقتاش ياخذوا ديسيزيون، حنا ماذا بينا نجيبوا غير الفرحه خلاص، المشاكل هادو اونتر لا فيديراسيون وزاره وكذا، ماذا بينا الامور هادو نسوهم سيو كيفاش نطوروا الفوتبول ديالنا. الفرحه هذه قلت لك الناس مشات من المطار حتى للسونتر سونتر الجي ساتر دو ما باش قال لك وقالت بالماضي سبع سوايع باش لحقوا الناس مشات لهذا وهذا، واش يحب الشعب الجزائري ولي فوتبالور. قلت لك حنا لي فوتبالور عندنا تروح اضعف حومه ونالجيري تلقى دي غران جوار ونقعدوا من هذو السياسه هذه تاع لي ريغلومون كونت هذا مع هذا، واليد في اليد ونفرحوا الشعب. هذا الشعب ما يسحق والو، راح مشى ما خالص ما والو، وكنا في ازمه كبيره وهذا واش يحب الشعب الجزائري، يحب يفرح مع اللاعبين ديالو، ما يحوس على اللاعب شحال دا دراهم ولا وكذا. وسمعنا ثاني سمعنا الارتيزون المهندس تاع هذا التتويج المنتخب الوطني حفيظ بن عباس. جمال بالماضي اللي ربما 80% ولا 90% من الجزائريين ما كانوش ينتظروا في هذا التتويج، ما عندها حتى علاقه بالمستوى تاع جمال بالماضي، وانما بالوضعيه اللي كان فيها المنتخب الوطني. محمد شوف جمال بالماضي، شوف انا نقول دائما باللي لا كلي دو لا ريشيت سي لا ديسيبلين لا ريغول. جمال بالماضي تربى في دي كلوب وين كاين هادو لي دو فاكتور دو ريشيت، جاب مع حاجه اللي ما كانتش عندنا هنايا في الفوتبول الجزائري، ما زالت ما عندناش هذه لا ريغول لا ديسيبلين. اون افي اون ايكيب ديسيبليني كوليكتيف دي كيري كاع شفنا كاع الشروط اللي تاع كي رامي لا فيكتوار كانوا في هذا لي جوار يا خويا يسالوا ايزون في سكو لا بوليتيك ما با في او 20 جوار ولا كريستاف اون ايكيب دو فوتبول ا ريوني لو بيبل الجزائريان سي شابو. ربما سؤال اللي لازم ناكد عليه هو لا بيرينيتي تاع هاد النتائج حفيظ بن عباس. والله سي تابو بيان سي قلت لك انا بون انا ما نقولش باش نكون واضحين، هاد التتويج شاركوا فيه كاع الناس اي كومبري انا جو ديري لو ستاف ميديكال لو ستاف تكنيك دي جوار الشعب اللي راح لا فيديراسيون لا بريس. شوف كونت يساجي ديك ناسيونال والله العظيم كيما قال فاروق الناس تنسى كلش وتتحد على هذا الفريق وهذه هي لا ريشيت. جمال علاش انا هضرت من قبيل على المصلحه العامه سي سا المصلحه العامه كون لاس بو دو كوتي لي زانتيري هادو بيرسونيل هادو لي ريغلومون دو كونت كون فوا لاخر كون جي بالي تو تالو دي سوليسيون نتكلموا على حلول الحلول ربما نخرج من المنتخب الوطني. الحلول حفيظ بن عباس راح نختم معاك، الحلول اللي ينتظرها كذلك جمهور مولوديه وهران من يعني الوضعيه اللي يعيشها هذا النادي الكبير بالرجال اللي داروه كبير بالالقاب اللي لكن اللي راهو يعيش مشاكل كبيره ووضعيه يعني ما تليقش بالمستوى تاع هذا النادي. والله مولوديه وهران سي اون انيغما
يعني نقول تروا فاكتور امبورطون اون في كل ام سي وتقعد توجور اون كريز باين نقيتيهم لك لو بريمي فاكتور سي لو ام سي او ايتي ليزي بار لا فولونتي بوليتيك دو 2012 لو غوفرنمون ا ديسيدي l'équilibre régional d'attribuer quatre sociétés à quatre clubs. Trois clubs ont bénéficié et le MCO a signé un protocole d'accord en 2012 avec Naftal et ça a échoué. En fait, ça a été le problème du bilan. Ah, le problème du bilan, c'était une astuce pour capoter le protocole. Parce que quitte une volonté politique, il n'y a qu'un des clubs. Je souhaiterais que tous les clubs algériens et qu'on a des sociétés. Mais les deux poids et deux mesures ont fait que le MCO garde tout le temps. Le deuxième facteur, la rivalité entre les présidents. Figurez-vous, depuis 2010 ou la 2011, Fatou quatre présidents. Il n'y a jamais eu de passation de consigne. D'où le problème des dettes. Des dettes. Alors, je suis membre de la CRE. Je fais partie de la CRE. Le MCO n'a gagné aucun dossier. C'est 50 dossiers ou la 60 dossiers. Enfin tout, elle n'a gagné aucun dossier d'un joueur. Parce qu'il n'y a jamais eu les documents pour justifier l'absence ou la commission des cités. Et le troisième facteur, c'est l'instabilité. Tout le monde a des connaisseurs, des experts. Nous, le 2010-2020, dire le nombre de joueurs qui sont portés par le MCO et le nombre de dirigeants. Il y a une instabilité administrative et une instabilité technique. Bon, du côté technique, je peux dire que le MCO est une équipe comme tous les autres. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas de problème dans le domaine technique, mais dans le domaine administratif. La licence professionnelle exige 11 documents. Quand on a vu la demande, je peux insister, si je cite, qu'il y a à l'UFCO là aucun document. C'est grave pour un club. Un qui se met à Philippe Plateau, Gary Plateau, je suis les événements sportifs. L'UFCO fait Arik, Farik Dir, Farik Hadik, Wadik, c'est vrai. Mais la volonté politique des Canet, il y a eu des dépôts de mesures. J'espère que le Hukuma Hadi ou le gouvernement Hadi rectifieront le tir ou il rétablit le MCO dans ses droits. Inch'Allah. Nous avons dit que le ولكل الجمهور الغفير لمولودية وهران، شكرا لك حفيد بن عباس اللي كنت معنا عبر الهاتف واللي شاركت معنا، شكرا لك. رانا في الخدمة وسلم كاع الجماعة على رمضان. الله يبارك فيك، شكرا. جمال رشدي، وصلنا إلى نهاية البرنامج، شكرا لك جمال. شكرا خويا. شكرا فاروق بالقايد، رفيق وحيد، شكرا لك، شكرا لكل من ساهم في إعداد هذا البرنامج، ولكم كذلك مشاهدينا الكرام، تحية كبيرة دائما للجيش الأبيض تاعنا رفيق وحيد. الأطباء تاعنا واللي عامل كل العاملين في السلك الطبي اللي راهم نعم. وحنا الاموال تاع الجزائر تروح في على نوادي جوست بور دي سالير يعني بور دي كونطرا يعني مبالغ فيها اور كو لي فيريتاب يعني الناس اللي يسحقوا يعني يستاهلوا الابطال حاليا نقولوا نديروا عليهم زوم هما الجيش. شكرا لك رفيق، شكرا قلت لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج وليكم كذلك مشاهدينا الكرام، تلقاو في مواعيد اخرى، تهلاو في روحكم، الى اللقاء. Yeah.